التوبة قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب، إذ كانت المعصية إن كانت المعصية متعلقة بين العبد وبين الله عز وجل لا تتعلق بحق الآدمي ولها شروط معينة. والتوبة اسم يقع على ست معاني بمفهوم آخر، لا نذكر شروطها ولكن نذكرها بمعنى آخر. أولا، على الماضي من الذنوب، ماذا كنت تفعل؟ لا بد أن تندم، وإذاقة النفس في الطاعة كما أذقتها في المعصية، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، وأن تزين نفسك في الطاعة لله كما زينتها في معصية الله. والبكاء على كل ضحك ضحكته. ويقول عطاء: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، ربما قدر عليك المعصية فكانت سببا في الوصول، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير لك من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ويقول أيضا: كن كما الله يريد يكن لك فوق ما تريد. ويقول أيضا: لا تفرح بالطاعة لأنها أتت منك، ولكن افرح بالطاعة إنها جاءت من الله إليك. عندما تصفو الدمع من الأقدار وتخبص الأشواق لبارئها، تنكشف الأسطار عن الأنوار فتنجلي معالم الطريق للسائرين. لابد أن نعيش حياة المستضعفين وأن نذوق مرارة الظلم والطغيان لنعرف كيف نرسم مسلك النور للطيور المهاجرة في عالم الظلام. رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكني ما زلت أشجي رجاء يا رجاء.